جمعة في تعز لمنع انهيار مؤسسات الدولة. أبناء الحديدة يطالبون برحيل الميليشيات المسلحة. نشرة الأخبار من قناة سهيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيا أحرار وحرائر تعز اليوم بساحة الحرية جمعة معا لمنع انهيار الدولة، معبرين عن رفضهم لما أسموه بالتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة من قبل الميليشيات المسلحة والجماعة الرافضة للتغيير والمتمسكة بالماضي. وطلب أبناء تعز اليوم جميع اليمنيين للوقوف صفا واحدا من أجل حماية البلاد من الفساد والإرهاب ودعم استعادة أجهزة الدولة من مدنية وعسكرية وأمنية لمهامها وفقا للقانون والدستور. كما طالبوا بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة ومنع عمليات إقصاء أي طرف سياسي أو اجتماعي من مؤسسات الدولة المختلفة. نحن في ظرف حرج من تاريخ شعبنا يتطلب من الجميع المبادرة، يتطلب المبادرة والسرعة والدور الإيجابي الفعال والبناء والدور الإيجابي الفعال والبناء على كل المستويات على كل المجالات. فالواجب الشرعي والوطني يتمثل بالتعاون على البر والتقوى. أحيا الآلاف من شباب الثورة بالحديدة اليوم جمعة نعم لبسط الدولة لا للميليشيات المسلحة. ودعا خطيب الجمعة إلى ضرورة بسط هيبة الدولة ونفوذها على كامل التراب اليمني ورفض تواجد الميليشيات المسلحة في المدن والمديريات. وأضاف الخطيب أن المستفيد الأول من خروج الميليشيات المسلحة هي نفسها التي تمددت في المدن والمديريات وأصبحت تخسر أخلاقيا. وردد المشاركون الهتافات الرافضة لتواجد الحوثي في المحافظة مؤكدين على استمرار فعاليتهم الثورية وأهمها مسيرة الأربعاء الأسبوعية. نطالب مطلب ونؤكد عليه وسنظل نطالب من أجل تنفيذ هذا المطلب وهو إقامة الدولة المدنية الحديثة، وأيضا نطالب ببسط هيمنة الدولة على كل الأراضي اليمنية وإخراج الميليشيات المسلحة من كل المحافظات اليمنية. ونحن لن نتراجع عن ثورتنا حتى نحقق كل أهدافنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ندين ونستنكر بشدة الأعمال الهمجية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في محافظة الحديدة وفي تهامة. قال الناطق الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان إن لقاءات الإصلاح بالحوثيين لم تتوقف، ولم يكن اللقاء في صعدة بعبد الملك الحوثي هو الأول، بل هناك لقاء سابق تم من حوالي عامين. وأوضح شمسان خلال ندوة أقامها المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية أمس الخميس أن هناك لقاء تم مع الحوثيين في 22 سبتمبر بعد إسقاطهم العاصمة بيوم، وكان هناك لقاء بعبد الملك الحوثي قبل عامين في صعدة، لكن الناس اعتبروا هذا اللقاء الأخير هو الجديد نظرا لما حدث في 21 سبتمبر، مؤكدا أن الإصلاح سيواصل لقاءاته بجماعة الحوثي باعتباره ضرورة سياسية لأجل اليمن. وكشف شمسان أن وفد الإصلاح عندما تحاور مع عبد الملك الحوثي كان الحوثي يبدو متفاجئا من كثير منها، حيث يبدو أن هناك من يخفي عنه بعض القضايا، كما يبدو أن هناك من يصنع له كثيرا من السياسات ويصور له الكثير من الأشياء المغلوطة. تمكنت وحدات من الجيش من إفشال عملية مصادرة ناقلة غاز من قبل مخربين بمنطقة وادي عبيدة في محافظة مأرب. وقال مصدر أمني بنقطة سوداء الخشم العسكرية إن أفرادا من الجيش قاموا بمطاردة مخربين بعد تلقيهم بلاغا من أحد المواطنين يفيد بأن عناصر مجهولة صادروا ناقلة غاز من الطريق العام المؤدي لمنشأة صافرة نفطية واقتادوها باتجاه القرى المجاورة عبر طرق رملية، إلا أن قوات الجيش تمكنت من استعادتها فيما لاذ المخربون بالفرار بحسب المصدر.
وأضاف المصدر الأمني أن العناصر ذاتها قامت بعد ذلك بإطلاق النار على إحدى النقاط العسكرية في وقت متأخر من مساء الخميس، وتصدى لهم الجيش وتم دحرهم. نظم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بالأمم المتحدة حفلا خطابيا بمناسبة مرور 66 عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الحفل أكد وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي أن كل الشرائع السماوية والوضعية أعطت للإنسان حق الحياة بكرامة، داعيا إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة لبناء اليمن الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة. من جانبه استعرض منسق حقوق الإنسان بالمحافظة عبد الرب جدايع مدلولات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفل به اليمن مع سائر بلاد العالم في 10 ديسمبر من كل عام. كما نظم مكتب حقوق الإنسان بمحافظة شبوة حفلا خطابيا بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية بالأمم المتحدة، وذلك إحياء للذكرى 66 لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي الحفل الذي أقيم بالمركز الثقافي بمدينة عتق، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بشبوة إن الفعالية هي الأولى من نوعها التي تقام في المحافظة، مشيرا إلى أن الوضع الذي يسود البلاد خلف انتهاكات مزمنة لحقوق الإنسان وبالأخص في محافظة شبوة التي لا توجد فيها أبسط الخدمات الأساسية. أنهت 20 قابلة مجتمع في عتق بمحافظة شبوة دورة تدريبية في مجال تقديم الرعاية الصحية المجتمعية للأم والوليد. الدورة التي نظمها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بتمويل من منظمة اليونيسف هدفت إلى إكساب المتدربات المعارف والمهارات العملية اللازمة فيما يتعلق بمهام القابلات وأخلاقيات المهنة ومهارات الاتصال والمشورة والطوارئ التوليدية والاحتياجات العامة والنظافة الوقائية. لم تستسلم لتحديات واقع النزوح الذي عاشته لسنوات مع أسرتها في منطقة حرض، وإنما انطلقت نحو آفاق العلم ومنه إلى ميدان العمل لتصبح في غضون أشهر جزءا من قطاع سيدات الأعمال. النازح رجاء، قصة نجاح في منطقة حرض. كثيرة هي قصص النجاح في الحياة العملية. المتدربة رجاء واحدة ممن حققوا نجاحا متميزا واندماجا ملحوظا في سوق العمل بعد أن تم استهدافها ضمن مشروع باقة تعليم الشباب، أحد أهم المشاريع التنموية الذي تنفذه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية في مديرية حرض محافظة حجة. لدينا الكثير من قصص النجاح. اليوم نحتفل بقصة من قصص النجاح في مشروع باقة تعليم الشباب الدفعة الثانية. أصبح لرجاء خريجة قسم الكوافير والنقش والحناء محل تجاري يفد إليه المتسوقون من مختلف أرجاء المديرية. تم افتتاحه من قبل المعنيين ليقدم خدماته المختلفة بمهارة وجودة عالية. الذي أنا أفتخر به أنا وباقة تعليم شباب لهذه الطالبة، ومن كان يعني من معها 25 طالبة الحمد لله من المتفوقين، من ضمنهم الأستاذة رجاء الذي من أول شهر ما دخلت عندي وهي بالتدريب 50,000 60,000 70,000، لما وصلت المبلغ ما يودي إلى 160,000. مشروع حيوي مدر بالدخل اليومي على رجاء وأسرتها، ونموذج يستدعي تثليف جهود المنظمات الإنسانية الخيرية لاستهداف العنصر البشري للحد من أضرار البطالة في مجتمع يرتفع فيه منسوب الفقر إلى ذروته. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة. أحيا أبناء مديرية الحصين بمحافظة الضالع 40 شهيد الطفل علي ماهر عفيلة الذي استشهد برصاص قوات اللواء 33 مدرع في سناح مطلع شهر نوفمبر.
وفي الحفل الذي أقيم بمدرسة الفقيه صالح حسين راشد وحضره المئات من أبناء الحصين، ألقيت العديد من الكلمات والقصائد الشعرية المنددة بجرائم قوات ضبعان، فيما ألقت أسرة الشهيد الطفل علي ماهر كلمة طالبت فيها بمحاسبة مرتكبي الجريمة. نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مهرجان التضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي الحفل ألقى وكيل محافظة عدن أحمد الضلاعي كلمة المحافظة، أشار فيها إلى أهمية مساندة القضية الفلسطينية بكل الوسائل حتى تحرير فلسطين وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ووقف الحضور دقيقة حداد على روح الشهيد زياد أبو عين وقرأوا أرواح الفاتحة على أرواح الشهداء. حضر الحفل عدد من الأساتذة بجامعة عدن وممثلي البعثة القنصلية بعدن وقيادات المحافظة وأساتذة وموظفو الجامعة. الحركات المتطرفة يستقون بأن هؤلاء الفلسطينيين لا يواجهون فقط. شهدت محافظة تعز عرسا جماعيا ل200 عريس وعروس من أبناء المحافظة. العرس قيم برعاية كريمة من الشيخ حمود سعيد المخلافي وبحضور وكيلي محافظة تعز الشيخ محمد عبد الملك الهياجم والأستاذ أنس النهاري. مسيرة بشارع جمال بتعز، ولكنها ليست مطلبية هذه المرة، بل مسيرة فرحة وابتسامة وأمل. يعني في الوقت اللي البلاد تعاني من أشياء كثيرة جدا، فأردنا أن يعني نرسم البصمة أفضل من إيش يعني في وقت البكاء. 200 عريس وعروس تبنت فرحتهم مؤسسة النفع التنموية وجمعية البر والعفاف في مهرجانها 14، وقد استهدف الأيتام والمعوزين بمديريتي شرع بالسلام والرونة. اليوم الفرحة كبيرة جدا لا يمكن أن أوصفها بين أصدقائي وكذا في العرس الجماعي 200 عريس، ونشكر كل الداعمين. تعز كغيرها من المحافظات اليمنية بحاجة إلى تبني مثل هذه المشاريع وخاصة في هذه المرحلة. أظن أننا بأمس الحاجة إلى إعادة رسم البسمة على وجوه اليمنيين بشكل عام وصناعة التلاحم، وأعتقد أن مؤسسة النفع الخيرية جزاهم الله خير وجمعية البر والعفاف هم اليوم يرسمون بسمة على وجوه 200 ذكر وأنثى في لوحة جمالية إبداعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نواة لرسم البسمة الكبرى على وجوه كل اليمنيين إن شاء الله. هو التكافل الاجتماعي إذن برسم الأمل من قبل القادرين على وجوه المحتاجين، وهذا ما يحتاجه المجتمع وطالب به ديننا الإسلامي الحنيف. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. كما احتفى عدد من أبناء مدينة إب يوم أمس بعرس شاب سوري لاجئ في اليمن على عروسته العراقية، وعبر العريس السوري محمد أمين الأشقر عن سعادته بممارسة المراسيم الفرائحية اليمنية في أجمل مناسبة، مؤكدا أنه منذ قدومه إلى اليمن شعر بوجوده في وطنه وبين أهله. وشارك في إحياء العرس العشرات من أبناء مدينة إب وعدد من أبناء الجالية العراقية والسورية من المقيمين واللاجئين في اليمن. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. جمعة في تعز لمنع انهيار مؤسسات الدولة. أبناء الحديدة يطالبون برحيل الميليشيات المسلحة. النشرة قدمناها لكم من قناة سهيل. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.